مني ومن كل فريق العمل اطيب التحيات لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا. حلقه جديده رح نترافق فيها لمده ساعه ونص من الوقت، على امل حلقتنا اليوم تنال اعجابكم. الموضه دائما حاضره ببرنامجنا، واليوم رح نكتشف كيف ممكن نلبس التنوره الطويله وكيف ممكن نلبقها لتتماشى مع كافه المناسبات. بفقرتنا التجميليه لليوم رح نحكي عن تقنيه ثوريه جديده بعالم التجميل بتخلصكم من التصبغات والبقع الملونة على بشرتكم، فتابعونا. هل فينا نأثر على حظوظ نجاحنا بالحياة وهل ممكن بهالسهولة ما نتعرض للخيبات؟ أسئلة كتير منطرحها على أنفسنا بكتير من الأوقات ورح نحاول نلاقي الإجابة عنا بفقرة خاصة. أما هلأ خلونا ننتقل إلى مطبخ بي لايف لنتعرف على وصفة اليوم. بفقرة مطبخنا اليوم بيرفقنا الشيف جورج المر، نتعرف معه على الوصفة. أهلا وسهلا فيك شيف. بونجور، كيفك يا غالي؟ طنحنا كمان. كيفك؟ صباح الحمد لله. ماشي الحمد لله تمام. شيف شو الغدا اليوم؟ اليوم عندنا سلاد ومين كورس. السلاد رح تكون سلطة البطاطا، بطاطا مسلوقة مع الريد كابج ملفوف أحمر. أحمر، أوكي. سلاد كثير طيبة. والمين كورس رح يكون كانتونيد فرايد رايس، رز مع التشيكن كاري، دجاج بالكاري. وصفة كثير طيبة وان شاء الله تنال عجبكم. اكيد من ايديك شيف. يعني عادة انت شو بتحب تطبخ اكثر شيء؟ نحن كل شيء متخصصين بالكوزين انترناسيونال، وهلا عم نشتغل على الفيوجن كوزين يلي هي بتجمع كل حضارات، عدة حضارات نجمعهم ببلا واحد. يعني بناخذ من فرنش تنقول العربي الى اخره، بنجمعهم تنعمل بلا يطلع كثير مميز وطيب. يلا رح ندوق اكيد يلي حضرت لنا اياه شيف. رح نتركك للتحضيرات هلا وننتقل الى فقرة البيرث دايز، بنشوف مين اليوم بيحتفل بعيد ميلاده. يحتفل اليوم بعيد ميلاده الفنان وكاتب الأغاني الأمريكي نيل دايموند، الذي بدأت شهرته في منتصف الستينات كنجم صاعد، ومنذ العام 1969 بدأت شهرته ونجوميته تتزايد حتى أصبح واحدا من ألمع نجوم السبعينات. كما أن أغنيته سويت كارولاين هي أشهر أغنية لدرجة أنها أصبحت نشيدا لعدد من الفرق الإنجليزية. نتمنى له العمر المديد والنجاح الدائم. هابي بيرثدي لكل الاشخاص اللي عم يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم، ويا رب هيك كل امنياتهم تتحقق. اول خبر انا بالنسبه لإلي كثير مهضوم، اسمعي هالخبريه يا روزاريتا. بتقول انه فرضت شركه صينيه على موظفينا، على فرضت قانون يعني انه يمشوا 10,000 خطوه خلال دوامهم، وهالشيء باطار تحفيزهم على الحركه والعمل بحيويه. 10,000 خطوه تخيلي. وحسب الخبر يلي داولته مواقع التواصل الصينية، فيلي بيتغاضى عن هالأمر رح يخضع لعقوبة جزائية بالطرف الموظف لممارسة تمارين الضغوط المعروفة بوش أب لعدة مرات تتراوح بين 50 و100 مرة. وعلق ساخرون على الأمر قائلين أنه المسافة يلي بيحتاجها الموظف للمشي 10,000 خطوة بتعادل 8 كيلومتر، وبتحتاج إلى ساعتين على الأقل لقطعة، وهالشي يعتبر إهدار للوقت فضلا على أنه عمل شاق ما بيقدر أي شخص يقوم فيه. وقال آخرون أنه أي موظف رح يداوم على الأيام بهالشي رح يلاقي نفسه بنهاية العام بطل أولمبيا بإشارة إلى أنه هالمهام ما بيقوم فيها سوى الرياضيين المتمرسين. وبررت الشركة الصينية قرارها بأنه إجا للمحافظة أو للحفاظ على صحة موظفينا، مؤكدة أن العديد من الموظفين بقضوا ساعات طويلة خلف مقاعدهم ومكاتبهم، وهالشي بيؤدي إلى أمراض السمنة والقلب والسرطان والموت المبكر. طبعا أكيد هالشركة بتحب كتير موظفينا وهيك بهمها سلامتهم. دايما بنقول أنه الواحد لازم يمشي خلال النهار 10,000 خطوة، فتخيل هيك بيكونوا عم بيعملوا رياضة وعم بيقوموا بعملهم يعني بعمل. خلال النهار كلنا أصلا برافو، كلنا بدنا دفشة تنعمل سبار. هلا انا وروزاريتا بلشنا سبار سوا، عملنا اول صف يوغا كان كثير حلو. يلا هلا اكوا جيم وبيرجع كمان. الله يلا
رح ننتقل نانسي هلا الى الخبر التالي وهو خبر فني. بما زاد كريستيز المقبل بدبي رح تتصدر اللوحه العملاقه مسيره الشعب يلي بيبلغ طولها 6 امتار للفنان التشكيلي الفلسطيني اسماعيل شموط ويلي بترصد تاريخ الشعب الفلسطيني ومأساته كما بترصد جانب من حياته وتجاربه الشخصيه. اسماعيل شموط احد رموز الفن الحديث بالمنطقه العربيه واحد ابرز الفنانين التشكيليين الفلسطينيين، رسم لوحته مسيره شعب بعام 1980 وظل يرسمها ليل ونهار على طول 6 اشهر. وبتتوافق اراء النقاد على انه شموط من اصدق المعبرين عن ماساه الفلسطينيين والامهم، وهاللوحه ماخوذه مباشره من عهده عائلته وما انعرضت باي مزاد من قبل. وكانت قد اخفيت بمدينه رام الله الفلسطينيه مع بدايه اجتياح اسرائيل للمدينه بعام 2002 وانطوت بكيس مخده من جانب مدير متحف المدينه وما انعرضت علنا من وقتها. عن جد انه الفن رساله نانسي، والفنان بيقدر يوصل رساله معينه من خلال فنه مثل ما طبعاً شفنا بهاللوحه المعبره عن هالقضيه. طبعا تحيه لكل اهالي رام الله ولكل فلسطين لهالشعب المناضل، يا رب هيك قريبا ترجع فلسطين فلسطين. وعن جد بالفعل عندهم مواهب عديده عديده عديده. تحياتنا لكم ومنحبكم كثير 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 ويا رب ينصركم. وكشفت نتائج دراسات اثريه حديثه سعوديه بريطانيه على انه الجزيره العربيه سبق وانه حوت 15 بحيره كبيره قبل 7000 عام عاشت حول مجموعات بشريه وحيوانات مختلفه. واجا بالمحاضره يلي نظمها قطاع الاثار والمتاحف بالهيئه العامه للسياحه والتراث الوطني بالمتحف الوطني بالرياض انه دراسات الاستيطان البشري والهجرات الى الجزيره العربيه والاستقرار فيها كانت بوقت ما قبل التاريخ، اذ كانت الجزيره مأهولة وناضده بالحياه البشريه والحيوانيه وتميزت بهداك الوقت من مقومات طبيعيه جذابه. واكدت المحاضره انه هالبقعه من الارض كانت حافله بالانهار يلي بتجري على ارضها والبحيرات والمساحات الخضراء يلي جعلت منها مقر وملتقى للحضارات عبر الحقب المختلفه. وحسب المحاضرين فان التقلبات المناخيه والبيئيه بتنبؤ بان الجزيره العربيه رح تعود مره اخرى مروج خضراء حافله بالانهار والبحيرات. ان شاء الله يا رب هالشيء يصير. طبعا عم نلاحظ كثير تغييرات بالمناخ والبيئه ونحن دائما بنشدد انه لازم نكون ايكو فريندلي نحافظ عليها. من هون أهمية البيئة نانسي، في عالم بيستخفوا فيها ولكن عبر السنين من المهم جدا أنه نحافظ عليها. أكيد. خلينا ننتقل هلا إلى آخر خبر معنا اليوم ونرجع كمان إلى الفن. نظم المركز السينمائي المغربي بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية أسبوع للفيلم المغربي بالقاهرة، بيبدأ بمطلع فبراير المقبل، بيتم خلاله عرض 12 فيلم بمشاركة وفد بيتكون من مهنيين وسينمائيين وصحفيين ونقاد من المغرب. بيتضمن هالبرنامج عرض 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة، ومن المقرر أنه يتم التوقيع على اتفاق مبدئي بين المركز القومي للسينما بمصر والمركز السينمائي المغربي لتعزيز التعاون بيناتهم، واتفاقية شراكة بين المعهد العالي لمهن السمع والبصري والسينما بالرباط وايضا اكاديميه الفنون المعهد العالي للسينما بالقاهره. رجعنا هون ننسي ايضا الى الفن واهميته كصله وصل. طبعا. وهون تعاون اكيد مغربي مصري، ان شاء الله بيكون هيك بدايه تعاون بعد هيك اكبر. نجاحات كثيره وحلوه هالاتفاقيه، وعم نلاحظ انه السينما العربيه عم تنهض تتطور. وعم تتطور مثل ما قلتي، ف جود لك. جود لك. رح نتوقف مع اول فاصل بحلقتنا وبنرجع بننطلق بمواضيعنا لليوم، خليكم معنا. عودة إلى بلايف ومنبدأ هلأ بلقاءاتنا المباشرة.
فقرة أسبوعية بتهم كل شخص بيحرص على جميل بشرته وطلته مع ضيفنا يلي تعودنا عليه الدكتور الاختصاصي بالجراحة التجميلية نادر صعب. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا فيكم. ثانك يو. كيفك اليوم؟ ماشي الحال. شو الأخبار؟ عجقة سير؟ أكيد كل يوم. مثل العادة. أهلا وسهلا. دكتور تقنية جديدة رح نحكي عنها اليوم بتشيل التصبغات عن البشرة، خبرنا شوي أكثر عنها. اليوم مثل ما بنعرف نحن عايشين ببلد حار، كثير من البوليوشن، كثير من الاير كونديشن والجفاف يلي بنتعرض له بحياتنا اليوميه، هيدا الشيء بيؤدي الى وجود ترسبات بالمسامات بالبشره، بيؤدي الى جفاف البشره، الى ظهور نمش وكلف على سطح البشره يلي هن دليل جفاف البشره ودليل على انه البشره انه عم بتشيخ بهالوقت. اليوم التقنيات تعددت، لكن هالتقنية هي جدا متطورة باستعمال الليزر يلي هو الكرو سويتش ان دي اي ليزر الابجريدد يلي من خلاله بنقدر نقضي على النمش يلي عم يظهر بالوجه، التصبغات وتسكير المسامات المفتوحة يلي هي بس تقدر يمكن يكون فيها ترسبات البوليوشن يلي ما بنقدر نوصل له، هيك بنقدر نسكرها ونحافظ على نضارة البشرة. اوكي، هل هالتكنيك هيدي هالتقنية كيف تشتغل تحديدا؟ يعني كيف بنحضر هون المريض او المريضة؟ اول شيء في نوع من بنج بركي، الليزر بيوجع ما بيوجع، كل هالتفاصيل هيدي. نانسي هي تقنية جدا متطورة غير مؤلمة ابدا. اهم شيء بنلجأ بس نسمع ليزر بنقول لا في وجع. في وجع. بنلجأ إلى تحضير البشرة. اوكي. بننظفها ومن بعدها بنلجأ إلى وضع مادة سمرة على البشرة يلي من خلالها نقدر نقتل النمش يلي موجود على سطح البشرة. لأنه هالمادة بتقدر تتعشق بالنمش وبتقدر باستعمال الليزر نقضي على النمش الموجود ونسكر هالمسامات المفتوحة. أوكي. أوكي. طيب. هون لكن عم نشوف البشرة كيف حطيت لها هالنوع من الماسك اللي هيك لونه مثل الاسود تقريبا. هيدا نعم. الماسك هو في نوع من الكربون. نعم. يلي هو منه مؤذي، يلي الليزر بيقدر يشوفه وبيضربه وهو بيكون ملزق على النمش والكلف. اوكي. اذا بدنا نقرينا ننسي هالطريقه بالطريقه القديمه يلي كان نعتمد على التقشير الكيميائي او صح. بالليزر اما بالتقشير الميكانيكي الدرمابريجن. هونيك كان يمكن نقدر نقضي على الكلف لكن يرجع الكلف بطريقة أسرع وأكثر. بنكون عم نرقق كمان، أنت ما بتنصح فيها، بنكون عم نرقق كتير البشرة. أبدا، والكلف بيزيد والإسمرار بيزيد والمشاكل يلي كرمالهم عم نلجأ للتقشير منلاقيهم بيزيدوا معنا ومنفوت بحلقة مغلقة. كمان بيأثر على يمكن دكتور تقشير على الريد، كمان على التجاعيد بيصيروا بيطلعوا أسرع. يعني بقدر ما بنعمل نحن تقشير بقدر ما بتخف الريتراكتيليتي تبع البشره، بقدر ما بتصير تترهل وبيزيدوا التجاعيد، كرمال هيك بتصير الجلد كثير رقيقه. اما بهالتقنيه مثل ما عم نشوف يعني يمكن كانه المريض بيكون قاعد ما عم بحس بشيء، وبالتالي الليزر بيصير يقشلنا هالتصبغات اللي موجوده على سطح البشره. هون بنقدر نلجأ لهالتقنية عدة مرات، يعني أوكي. كل أسبوعين لثلاث أسابيع بنلجأ مرة يلي هي بتستغرق خمس دقائق لعشر دقائق من الوقت. كم مرة؟ ثلاث مرات أو أربع مرات. أوكي. حسب قديش في عنا نمش وتصبغات بالبشرة. هلا الحلو بهيدي التقنية باكتشاف هيدي التقنية صرنا بنلجأ إلى علاج منطقة الديكولتي. والرقبه يلي ما كنا بالزمانيه نقدر نعالجهم مزبوط. حلو، بنشوف كثير في سيدات عندهم نمش زايد يعني بهالمنطقه ومرات بيكونوا بهيك سبب لهم شويه احراج. فهون فينا نتخلص. يعني بقول انا ببدايه العمر كثير حلوين وقت ما بيكونوا موجودين عند البنات بعض النمش على الظهر على الوجه مش مزعجين تاش دروسير بحبوهم. صح. لكن كل ما صاروا يزدادوا هن دليل اذا بدك حروقات سطحية على سطح البشرة ما هني إلا دليل عن جفاف البشرة يلي هي بتكون بداية الشيخوخة. نعم. وخاصة هالشي بيكون عند البشرة الشقرة. وباكتشاف هيدا الليزر مثل ما قلت صرنا نعالج الديكولتي،
صرنا نعالج المناطق الحميمة، اسمرار المناطق الحميمة أو تحت القبط، لأنه كان كثير من السيدات خاصة بعالمنا العربي بنلاقي أنه عندهم خجل وإحراج من الاسمرار المنطقة. أما المشكلة كمان يلي منعاني منها هي الأكواع والركب. اسوداد الأكواع والركب هي مشكلة كتير كبيرة. باستعمال الكيو سويتش اند ياج ليزر بهالتقنية بنقدر كمان نخفف هالاسوداد لفترة انه نقضي عليها، وهيدا الشيء من دون رجوع عكس ما كان يكون بالتقشير العادي. يعني بنفهم منك دكتور انه مش بس للوجه، كمان لكافة انحاء الجسم. ايه في لها استعمالات اخرى. طيب هل في اثار جانبية للتقنية؟ ابدا. الحلو انه باستعمال الكيو سويتش اند ياج ليزر يلي هي كتير متطورة وعدلوا فيها كتير، هو لعدم حصول سايد افكتس بعد اجراء هيك نوع من الجلسات. اما الليزر القديم، ليزر التقشير القديم، كان فعلا يعطينا نتائج مذهلة لكن العواقب كتير وخيمة. كان يرجع يصير فيه كلف كتير وبمساحات أكبر. هيدا يلي مش موجود بهالطريقة وهالتقنية. طب دكتور من بعد هالتكنيك شو هون المراحل اللي بتصير من بعد ما نخلص الليزر؟ شفتك بتستعمل نوع من تبريد كأنه هواء للبشرة ولا لا؟ لا أبدا. هيك لمحت ما بعرف شكل خلص. هو الليزر. أوكي. أكيد من بعد هالتقنية ما عندنا لا حبوب لا احمرار لا ولا أي شيء. الحلو كمان ماسك معين لازم نحطه نحن موجودين عندك؟ ابدا ماشي. يعني انا بستعمل ماسك هيك لتبريد الوجه على البسيط بس، لكن بالحقيقه هو منا بحاجه لهالشيء. اضافه لهيك تكرار هالتقنيه بيعطينا يمكن اشراق بالبشره لانه بينظف لنا المسامات يلي هي من زمان عم تترسب فيها يمكن البوليوشن الصغار وما بنقدر نوصل له. ويمكن هلا رح يعرضوها هيدا الليزر بباريس، حشارك بالمؤتمر بعد يومين اللي حيصير بالامكاس اللي حيصير بباريس، المؤتمر العالمي للجراحه التجميليه، حتى يسوقوا، لانه فعلا هي تقنيه جدا متطوره للبلدان الحاره والناس اللي عندهم بشره سمراء داكنه. دكتور بتقشر البشره بعدين؟ ما بتقشر أبداً. كمان أبداً. شو حلو خفيفة نظيفة يعني. وفي كريمات معينة لازم يستعملوها مثلا للتبييض بركي من بعدها ولا مش بالضرورة؟ في دكتور نادر صعب تستعملوا كريمات أحلى كريمات يعني بس ثانك يو. إيه أكيد الكريمات اللي أنا عملتهم هني مرطبين صح، بقى بنقدر نستعملهم بعد هيك نوع من الجلسات للحفاظ على بشرتنا. وبقول أنا حتى كل انسان عايش بالعالم العربي هو بحاجه لاستعمال الكريمات، خاصه السيدات لانه بشرتهم هي كثير رقيقه والجو اللي عايشين فيه كثير اجريسيف، كان الغبره كان الهواء كان الشمس كان الاير كونديشن كان عدم شرب الماء، كل هالشيء بياثر سلبا على البشره. اضافه انه عند السيدات عندهم مشاكل الهرمونات والحمل المتكرر، كل هالاشياء هي بتعرض بشرة المرأة لل. طيب دكتور هل هي مكلفة هالتقنية؟ أكيد في كتير عالم عم بيتساءلوا. أبداً. التقنية ما بتتعدى يمكن $400 $500 بقى أبداً منا مكلفة للنتائج اللي بنحصل عليها، لأنه فعلاً لتاريخ اليوم ما كان عنا علاج يقدر يخلصنا من الكلف ومن التصبغات والنمش والمسامات الواسعة من دون ما يعطينا آثار وعواقب سلبية من بعدها. يعني أنا عطول كنت حذر من التقشير مراراً، لأنه فعلاً التقشير ببلداننا بدمر. يعني بقول أنا عبش اخترع التقشير، لكن بالبلدان العربية ما حدا قدر استعمل عبشي واستفيد منه، بالعكس كل يلي استعملوا البرودكت تبع عبشي تدمرت بشرتهم المقشر. ثانك يو دكتور، ميرسي كثير. واكيد لكل الاشخاص اللي حابين يتواصلوا معك او يستفسروا عن اي موضوع، الايميل الخاص فيك عم يمرق على الشاشه. ولكل يلي بيحبوا هيك وكل مشاهدينا بالامارات فيهم يلاقوك بدبي اي متى؟ ان الله راد هالاسبوع حكون موجود بباريس، الاسبوع اللي بعده. ايوه تروح ترجع بالسلامه وسلم على عنا كثير. يعني عم نعمل اليوم بدبي شيء لنشجع السياحه التجميليه بدبي، وانا مشارك ببروجرام كثير مهم عم ينعرض على قناه دبي يلي هي تحت رعايه
حكومة دبي وعلى رأس الشيخ محمد بن راشد المكتوم ووزارة الصحة بدبي لاختيار بعض الحالات الموجودة بفرنسا وبلندن وبالبلدين الأخرى لاستقطاب لدبي وإجراء العمليات لتحسين شكلهم ونفسيتهم وعرضهم على شاشة التلفزيون بدبي. حيكون فعلا برنامج رائع. حلو، كل التوفيق لك دكتور، نحن بنفتخر فيك وان شاء الله بنشوفك قريبا. ميرسي دكتور، ميرسي. فاصل اعلاني ومنتابع، خليكم معنا. حياتي واقفه عليك من حبي فيك، الله يعيني حبك عاملي مشكله هتشوف لي حل فيك. حبيبي شوف طريقه قلبي الحقيقه جاب اخره مني، مش انت برضه عايزني ليك؟ ما يلا احنا فيها. عودة لمتابعة بي لايف. شو علاقة التغذية برائحة الطعام وشو جديد الدراسات بهالمجال؟ طبعا موضوع جديد رح تخبرنا عنه أكثر ضيفتنا اختصاصية التغذية زينة وهبي حاج علي. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكم. شو أخبارك يا زينة؟ اشتقت لكم. نحن بأكثر لونج تايم. يس يس يس. كيف؟ مبروك أول شيء. ثانك يو ثانك يو. الله يبارك فيكم. سلامة. ثانك يو. زينة، الهيئة إنه العلماء والباحثين وصلوا يكتشفوا علاقة وثيقة بين التغذية ورائحة الطعام، خبرينا. مزبوط. هلا هذا موضوعي لليوم عن الباحثين اللي قدروا يكتشفوا طريقة يضيفوا الطعمة أو النكهة المالحة أو الحلوة على الأكل. أوكي. بدون ما يضيفوا أي ملح أو سكر أو أي مواد اصطناعية. إيه. هلا نحن بنعرف لما بدنا نحن ندوق أو نستطعم بالأكل نستعمل شغلتين. أول شغلة هو طبعا اللسان. على سطح لساننا we have taste buds بخلونا نستطعم بالأكل. مزبوط. بس بالإضافة في شيء كتير مهم اللي هي حاسة الشم، الريحة. yes exactly. هي قبل ما ندوق نحن منشم ريحة الأكل. exactly. so في جزيئات الرائحة أو aromatic molecules بيوصلونا من خلال الأنف وبخلونا نقدر نستنتج شو نكهة الأكل اللي عم ناكلها. اوكي. طيب كيف بيتم العمل على هالجزيئات؟ هلا هدول الجزيئات هن ريحه عادي، ريحه بفوتوا على الانف منشمهم. It triggers in our brain reaction، شيء مالح، شيء حلو، شيء فاتي، حسب past experiences نحن مرقنا فيها. هلا اللي قدروا هيدا الشيء هن الباحثين وعرفوا قد ايه اهميه الاروماتيك مولكيولز بنكهه الاكل. اوكي. تحديدا دكتور توماس دانجوين اكتشف انه حب اكشلي يعمل دراسه انه يستعمل جهاز تا يحصل ويعزل سبيسيفيك جزيئات رائحه او سبيسيفيك اروماتيك مولكيولز لهم رابط بالمأكولات المالحه او الحلوه، وحب هيك تو يوز ذم اور مانيبيوليت ذم تا يقدر ياثر على نكهات الاكل. اوكي، انا ما استوعبت هلا اللي قلتي. اوكي، شو الافاده هون بالموضوع؟ يعني الاحسن انه ما نشم ريحه الاكل تما نرغب الاكل؟ ما في سؤالك كثير حلو. ايه؟ اوكي، لانه نحن بنعرف انه اللي بينكه الاكل اللي بيعطي نكهه طيبه هو السكر. اوكي. والملح. بس للاسف هيدول بياثروا، كثرتهم بياثروا على الصحه. مضر. اوكي. ومنشان هيك في كثير برودكتس موجودين للصحه ما فيهم لا ملح ولا سكر. بس شو عم يعملوا؟ عم يستبدلوا كثير مواد اصطناعيه محل الملح او السكر. أوكي. او عم يطلع الاكل مش طيب، واللي بيصير انه هيدا الكونسيومر تنقول اللي معه سكري او معه ضغط او بس حابب يعمل دايت ما عم يشتهي هيدول المأكولات اللي موجوده اللي انتجوها الفود بروديوسرز. فشو بده يعمل دكتور توماس دانجوين؟ يزيد هيدول الاروماتيك مولكيولز اللي لهم رابط بالطعم الحلوه او بالطعم المالحه ويضيفهم على اكل
ما موجود فيهم لا ملح ولا سكر، وبالتالي ما يكون في حاجه ليضيف شيء اي مواد اصطناعيه على الاكل. طب ذكر ايه لا خلص زين، كيف بنبرز مثلا؟ بتعرفي ننزل الملح ما له ريحه، كيف بنبرز ريحته للملح؟ اكزاكتلي، هلا الملح ما له ريحه. سو توم بدراسه دكتور توماس دانجوين كان لازم هيك يكتشف ويقرر شو بده يستعمل، اي ريحه بده يستعملها تيحسس الشخص انه هو عم ياكل شيء مالح بدون ما يكون في ملح بالاكل. سو قرر يستعمل ريحه السلامي اول ما ارتدلا. فاستعمل جهاز سحب الريحة المولكيولز اللي بيعطوا ريحة السلامي وضافهم على أكل ما فيهم ملح. واو. والمشتركين بالدراسة لما أكلوا هيدا الأكل فعلا حسوا أنه الأكل مالح إذا ما فيه ملح. اكزاكتلي. حلو، والطعمة بتضل محافظة على نفس الشيء، ما بنغير هون بالطعمة، يعني ما بتأثر الطعمة أبدا. هيدي هي، أنا أي بليف إنه لازم يعملوا مور دراسات تيقدروا هيك يحددوا الكمية المضبوطة اللي بدهم يضيفوها، أحسن ما يطلع كل شيء بدهم إنه ينتجوه بدون ملح، يطلع طعمته مثل السلامي. أوكي. So they have to find the balance المضبوط تيضيفوه على الأكل. So هيدي الدراسة يعني هون بنكون بنوصل إنه نحافظ على صحتنا اكثر، على كمان على لنخسر وزن كمان. مزبوط، مثلا الشخص اللي عنده ضغط او حابب بس يكون مور هيلثي ويخفف كمان ملح. مثل ما قلت انه سم تايمز عم بيضيفوا اشياء غير بدل الملح لايك بوتاسيوم لايسين او ما في ملح بالمره والشخص عم بيحس حاله مقصر مستشفى ابدا واخر شيء شو بيعمل؟ بيمد ايده على الملح وبيضيفهم على الاكل وما بيوقف. اكزاكتلي. هلا من ناحيه ثانيه كمان ايه عم يشتغلوا على طعمه النكهه الحلو. حلو. سو دكتور توماس دانجوين قرر يستعمل نكهه ريحه معينه كمان ليضيفها على اكل ما فيه سكر. ريحه شو؟ اوكي، ريحه العصير الفواكه. اوكي. يس، سو كمان استعمل جهاز سحب الاروما مولكيولز او جزيئات الرائحه تبعوا للفروت جوس او عصير الفواكه وضافهم على اكل ما بيتواجد فيه سكر. كمان المشتركين بالدراسه لما ذاقوا الاكل استطعموا بطعمه حلوه بنكهه حلوه كمان ما فيه سكر. ما كان في مثلا يستخدم تبع الشوكولا او شيء هيك شوي عن جد ليه الفواكه؟ بس actually if you think about it ايه الكوكو كثير عنده ريحة حلوة. صحيح. بس يمكن الفروت جوس منه as powerful as chocolate. ما بيحس الواحد عم ياكل مثلا ابل باي على نكهة شوكولات، بحس انه عم ياكل ابل باي وفي طعمة شيء حلو بس ما عم يقدر يحط اصبعه اكزاكتلي على ريحة. طيب زينة، يعني هيدي الدراسة بعدها ضمن التجارب هلا؟ مزبوط. They're still in the early phases. بس أنا كثير حبيت هيدي الدراسة لأنه طريقة حلوة إنه فعلا ينتجوا أكل صحي بدون ملح بدون سكر وخاصة بدون أي مواد اصطناعية. بنعرف قد ايه في سكر اصطناعي هلا بالسوق ومع الوقت يعني بيبين شو تأثيره. اكزاكتلي. في اشياء ما بتبين هلا انه بتضر بس مع الوقت بتبين، بصير ال FDA يشيلها after it's proven انه اثرت سلبيا. سو هيك من الاول ما بقى تحطوا لا سكر ولا صوت، حتى عم بيشيلوا السكر بس يحطوا كومبليتلي مور فات مثلا، عم بيزيدوا الدهن تيعوضوا عن وفايس فيرسا كمان، يعني بيشيلوا السكر بيزيدوا الدهن او بيشيلوا الدهن بيزيدوا السكر. سو ما في داعي ابدا نلعب بهدول. طب زينة برايك ايمتى رح يبلشوا عن جد يطبقوها ونقدر نستفيد منها؟ هن اتس ان ذا بروسيس وانا عم تابع وبخبركم لما يطلع اول ما يطلع البرودكت انه I will tell you. ويا ريت هيك حتى يعملوها يعلبوا الاروماز هيك نحن كمان نزيدهم على الاكل. It would be nice. فيني انا زيدهم مثلا بفتكر مفروض يعني ممكن يعملوها، ما في شيء هيك بيجي ببلاش زينا الا ما يستفيدوا بشي طريقه منها. في شيء هيك نصيحه اخيره بتحب تقوليها للمشاهدين؟ انا بحب انه كثير تتطور هيدي الدراسه وحتى يكتشفوا شيء له ريحه او جزيئات رائحه بتترابط بنكهه الدهن، لانه كمان بنعرف انه الدهن ما له ريحه، وانا خاصه بشغلي بحب لاقي هيك شيء اقدر زيده على بطيب الاكل ايه without affecting the ingredients. ف
فأنا بفتكر إنه لازم هيك يبحثوا بريحة الزبدة مثلاً أو شيء ريحة مثلاً شي ريحة الزبدة والشوكولا نحطه بالبروكولي مثلاً هيك ناكله نفكر حنا ناكل شوكولا فانتاستيك I love this idea. Thank you زينة ماسي كتير موضوع عن جد مشوق هيك كتير حلو واستفدنا منه وإن شاء الله كمان كل المشاهدين ومشوفك قريباً جداً إن شاء الله وهلا أنا رح أنتقل لعند الشيف لأشوف وين صار بتحضيراته يم يمي ريحة كتير طيبة ما بفتكر هالأروما رح تكون ريحتها مثل هون أهلا وسهلا شاب جوجو المر هلا فيك كيفك؟ صباح الحمد لله وين صرنا؟ هلا بالوقت اللي بالفرن صار عنا تبلنا الدجاج مع القرنبيط وحاطينه بالفرن عم نعمل عم نقلي الخضرة جزر مع الكورن والبازيلا تنعمل فرايد رايس اوكي وحضرنا السلاد بهالوقت انسلقت البطاطا ومع الكابج الملفوف الأحمر والنعناع يا شيخ دائما هيك بتهتم فينا بطريقه عن جد كثير مميزه يعطيك الف عافيه واكلك عن جد بتطلع كثير طيب الصوص كيف اشتغلنا عليه الصوص الخواص تبع اللي بقيوا من شوي الدجاج استعملناه مع نتفه مي حتى اكيد رجعنا ضفنا عليها الكاري والكاري بنحط له كمان عقد صفرة شوي تيلون 100% تيقوي له اللون انا فاكره انه مرات اذا بتزيد الكاري بيصير بلون هيك لا بنستعمل نتفه عقد صفرة كرمال تيساعد باللون لحتى يعطي لون 100% وشو بتحط لها بنحط لها كريم فريش بالاخر اكيد بنحط بهارات بهار ابيض وملح اكيد اجباري واخر شيء بنحط كريم فريش كريم فريش بدأ على قد ايه نار تقريبا؟ نار كثير خفيفة بدها تكون، كريم فريش ما بيسوى كثير تغلي او كثير وبدها بحرك لك تقول انه حطيت ايدي بالطبخة بحقلك ايه لكن بتخليها قد ايه تقريبا وقت؟ اول ما تبلش تغلي لازم يكون طفيناها بدنا نخليها تسخين وبترجع ما بتحط الدجاج معها يعني بتحطها صوص عليها الصوص ابار بتكون مزبوط اوكي ثانك يو شيف اكيد سهل. يعطيك الف عافيه رح نرجع لك بختام حلقتنا اللي انت حطيت لنا اياه وهلا رح نتوقف مع فاصل اعلاني وبنرجع نتابع خليكم معنا انا عم روزاريتا جايه ماشي لعندي فاصل بانتظارك يلا. نانسي رح نبدأ هلأ بفقرتنا الاجتماعية هل فينا نأثر على حظوظ نجاحنا بالحياة؟ وهل ممكن أنه بهالسهولة ما نتعرض لخيبات الأمل؟ أكيد أسئلة كتير منا بيطرحوها على نفسهم رح نجاوب عليهم مع ضيفتنا استشارية العائلة والمراهقين كارلا كيشيشيان أهلا وسهلا فيك كارلا هلا كيفك؟ كيفك اليوم؟ الحمد لله ماشي الحال حظنا حلو أنه أنت معنا اليوم شفتي كيف؟ كنا بدنا أنه يكون عنا حظ حلو حظ حلو طيب غير حظك للأحسن هالأمر عن جد بهالسهولة كارلا؟ شفتي كيف عن جد نحن كلنا حابين انه يكون عندنا حظ حلو ونياله يلي بيقدر يفتح تمه ويقول انا عندي حظ حلو بهالحياه بس تعرفي شو كانوا يعملوا قبل بس حتى اقول لك كما بعتي سبا سبا اهلا وسهلا كارلا شو كانوا يعملوا قبل كانوا يخلوا معهم اجر ارنب منشف لحتى كانوا بالعصور الوسطى يفكروا انه هذا الشيء بده يعطيهم حظ حلو بالحياه فيك تتخيلي يعني. مثل بوخت بونغ اكيد نحن بدنا نعرف انه نحن ما في ماجيك فورمولا لحتى نجيب الحظ الحلو لنا بس في كم شغله بنحب نعملهم لحتى يكون عندنا اشياء ايجابيه بهالطريقه بنجيب الاشياء الايجابيه كمان لنا يعني بنجتذبها يعني كارلا مش انه الاشخاص في اشخاص حظهم بيكون حلو وما بيتعرضوا لخيبات لا هدول الاشخاص اللي نحن بنعتبرهم انه حظهم حلو بالحياه هدول اشخاص شو ما يصير معهم بيفتكروا دغري بيشوفوا ذا بوزيتيف سايد تبعها بيقولوا انه اوكي انا بدي اشوف هيدا الشغله متفائلين يمكن 100% هي الشغله صارت معي اوكي عاطله انا ضايقت منها بس بدي اشوف كيف بدي اعمل منها قوه وكيف كمان فيني احولها لشيء ايجابي بدي اشوف وين ايجابيتها قال لي يعني ما بتامني انت بالسوبرستيشنز انه هيدا الشيء عن جد بيجلب لي حظ او مثلا في عالم ثياب معينة بيلبسوها بيحسوا انه لا هيدي القطعة عن جد بتعرفي في ثياب اوقات ما بيغسلوها كمان مثل كلسات او شيء بخلوها بيعتبروها انه بتعطيهم حظ حلو صح شوفي نحن في قصص صغيرة فينا نعملها كثير حلوة لحتى نكون نحن من الفئة اللي بتعتبر حالها انه حظها حلو بالحياة اول شيء لما نوعى بكره الصبح بدنا نعرف انه نحن عندنا افكار ومشاعر بتوعى معنا ما بدنا نترك الامور للحظ نعم اذا فينا على بكره نعطي لحالنا 5 دقائق او 10 دقائق نرتب هالامور يلي عم بتصير براسنا نقول انا اليوم بدي اختار افكاري
ما بدي اترك الافكار السلبيه. بتعرف في عالم كثير بيوعوا بيكونوا كثير زعلانين الصبح، بيكون عندهم صح. مش كئيبه بس بتقولي نايمه على الميل الغلط بس نقوم عن جد هيك معكر مزاجك تقول يوم نمت على الميل الغلط. صح صح، ما بدك تترك الامور للحظ. فاذا بنسميها برايمينج، بنوعها وبنقرر نحن افكارنا شو رح تكون وكيف رح يكون نهارنا. اذا فينا نخصص شويه وقت للرياضه، الرياضه كمان بتخلينا نحن نكون اون ذا بوزيتيف سايد، بتخلينا نحن الفيزيولوجي تبعيتنا تتغير كلها سوا. واذا فينا نعمل شويه ميديتاسيون، اذا فينا كمان نحط حدنا كتاب صغير فيه اشياء كثير ايجابيه، نقرا باراجراف صغير منه. ما رح نقول هلا المشاهدين انه نقرا شيء كثير لانه كلنا على ركض بركض وما في وقت الصبح، مزبوط؟ صح. فاذا نقرا باراجراف صغير بيكون على شرط شيء ايجابي، هيدا هو بيخلي it will set the tone for the day، يعني كانه نحن خططنا نهارنا كيف بده يكون، لو بدي واجه مشاكل اليوم انا كيف بدي واجهها وباي طريقه، بستايل ولا بتعصيب. يمكن هيك نبدا نهار كمان بشي دعاء انه نشكر ربنا. يا ريت هيدا بيكون احلى واحلى. يا ريت انا ما استرجيت كثير اولى نياله يلي عنده ايمان وبيسلم نهاره لربه، هيدي شغله كثير بتساعد على فكره. طيب. كثير وبيكون عندك امتنان. طب كارلا هون ما بقى لكن عم نحكي حظ، صار اكثر مجهود شخصي ايجابي، يعني كل شيء بحياتنا نحن بنكون عم نخلقه، نحن شو عم نحط بالحياه مثل كارما رح ترجع لنا. كل افكارنا، كل تصرفاتنا، كل نيتنا، كل شيء بيروح وبيرجع. هلا بدي اقول لك كمان في شغله كثير بتساعد، امرار كثير نحن بنكون عم ناخذ قرار نقعد نوقع بشيء اسمه اوفر ثينكينج، بنفكر وبنحلل كذا. الناس اللي بيعتبروا حالهم انه هن عندهم حظ حلو بالحياه هن الناس اللي بتشوفيهم اوقات كثير بيعتمدوا على الحدس تبعهم، يعني قرار بياخذوه بسرعه من دون تردد، قرار بيفكروا فيه الوقت اللي لازم مش اكثر، وبيتكلوا اوقات كمان على الحاسه الذاتيه اللي عندهم اياها. نحن هون عندنا شيء اسمه حدس، هو بيحكينا وبيحكي مع دماغنا، بس نحن امرار كثير نختار انه ما نسمع لهيدا الصوت. ننتبه كمان اوقات انه بيكون في اوبورتونيتي، بيكون في شيء فرصه صايرت لنا، بس نحن بنصير نفكر انه هلا مش هيدا الوقت المناسب لهيدا الشيء. صحيح. ننتر شو نعمل؟ ننتر انه الوقت يكون مناسب، بتكون الفرصه مرقت وراحت، بينما غيرنا يلي هن من العالم يلي حظهم حلو بالحياه بيغتنموا الفرصه، اغتنموا الفرصه واخذوها. لا، نحن نخلي الوقت يكون مناسب لحتى نطبق الامور اللي حبينا بالحياه، نحن كمان نكون واعيين لشو بدنا من هيدي الحياه. بس يمكن بتروح الفرصه كارلا. اكيد بتروح الفرصه اذا يعني قعدتي فكرتي وحللتي. لا، ما في وقت، ما في وقت، ما في وقت لهالقد تحليل ولهالقد. نحن اذا عارفين شو بدنا والفرصه صارت نختمن. يعني لازم يكون الواحد مغامر جريء ومش متردد ابدا. في اوقات جرأة حلوه، في اوقات لازم نفكر بس من دون ما نزيدها، من دون ما ناخذ وقت زياده. او امرار بتكون ام يمكن الوقت مش مناسب لها، ما عليه، لو ما عملت الشغله 100% مثل ما هي بدها تبلش فيها، تبلش فيها مع الوقت تتزبط. لو هي حاسه حالها مش 100% حاضره، ما عليه، معها بتحضر حالها وبتقوي حالها. هي هي الفكره. بتنصحي مرات هيك اذا واحد جاي فرصه معينه انه يتشاور هو وحدا يمكن من عائلته او من اصدقائه؟ نحن مرات مثلا بنقول بينا وبين حالنا لا ما بدي اخبر، بخاف من العين. اكيد. لا، عنا اياها. انت بتنصح انه لازم نتشارك نحن أكيد. او حدا؟ اكيد. نحن حيلا شغله فرصه بتكون قدامنا او حيلا امر موجود قدامنا، نحن بنعمل فوكس على شيء معين نحن هممنا او عم نتفرج على الشغله من انجل معين، بينما لما نحكي ونتشاور مع العالم اللي حوالينا بتشوفي انه في 9 زوايا لحتى تشوفي نفس الموضوع، فيك تتخيلي؟ فاذا نحن خلينا نستمع للعالم اللي حوالينا، بس نرجع نحن نعرف الصوت اللي جواتنا شو عم بيقلنا. دائما نحن بنعرف عندنا شغف وحدسنا بخبرنا، بس ما بيمنع انه ناخذ راي العالم اللي حوالينا. بتعرفي كثير مهم نحن نكون واضحين بالامور اللي ناطرينا من الحياه. اوقات كثير بنعتبر حالنا انه ما عندنا حظ، بس نحن بيكون عندنا حظ كثير حلو، بنكون عم نقارن حالنا بغير عالم عندهم امور ماديه كثيره. الامور الماديه كمان لحظه، يمكن كمان السلبيه اللي موجوده عنا هي اللي ما عم بتغير لنا مسار حياتنا. مشان هيك قلنا انه على بكره لما نوعها هيدي قصه السلبيه نحن ما نكون خلصنا منها. يعني قررنا انه اليوم نهاري بده يكون ايجابي وبدي اجرب اشوف الامور الايجابيه، عرفت كيف؟ فاذا نحن بدنا ننتبه كثير شو الامور اللي بدنا اياها من هيدي الحياه. اذا بدنا الامور الماديه خلينا نعرف من هلا الامور الماديه حلوه، ولما نحصل عليها كثير بنكون مبسوطين لفتره معينه بس وبتقطع. لو شو ما كانت، لو كان ثياب، لو كان مجوهرات، لو كان جمال، لو كان علاقه حلوه حتى، لو كان شغل حلو، بدنا ننبسط
لوقتها بس بدها تقطع. نحن اللي بدنا نشتغل عليه هو انه نحن نحسن حالنا على جميع الاصعده اللي فيها بتدوم يعني. نحن بدنا نحسن علاقاتنا، بدنا نحسن نظرتنا لحالنا، بدنا نبلش يا جماعه نحب حالنا شوي، نخفف الانتقاد. اخذتيها من تمي هيك بدنا نخفف الانتقادات اللي نحن عندنا اياها لحالنا، ساعتها مش لحتى بس نحن نكون ناس افضل واحسن لحتى نحن نكون مبسوطين، هي الطريقه الوحيده لحتى نحن نقدر نعطي كمان للعالم اللي حوالينا. قد ايه حلو اليوم نحن بهذا العصر اللي هو عصر انديفيدياليزم نحن نكون اوعى نكزه من هيك، بيكون عندنا نحن هالقد حب وحنان وقوه لحتى نقدر كمان نعطي تو كونتريبيوت، وهي السعاده الحقيقيه. قد ايه مهم نكون متصالحين مع حالنا؟ كثير مهم انه نحن نتصالح مع حالنا. برجع بقول شغله انا كثير بحبها، الشجره ما فيها تعطي ثمار للي قاطعين غير ما هي تكون اول شيء بعتت جذورها على الارض، اخذت مي، تشربت، ارتاحت، ساعتها ما بقى في شرط، بتصير تعطي من دون اي مشكله. طب كارلا كيف فينا نتعامل مع الانعكاسات السلبيه يلي اوقات ما فينا نهرب منها بحياتنا؟ اكيد نحن طالما عايشين، طالما بدنا نعرف انه على طول في قصص عم تتغير حوالينا، وهيدا الشيء حلو انه الحياه على طول على طول على طول بتغير، في ابس اند داونز الحياه، على طول في ابس اند داونز، بس نحن اكيد ما عندنا كنترول على الامور اللي عم بتصير معنا، بس عندنا كنترول لنحن شو المعنى اللي رح نعطيه لهالامور اللي عم بتصير. اوكي، يعني بفهم انه ما عندنا كنترول على اللي عم بيصير معنا، ولكن عندنا كنترول على الرياكشن، صح، او نحن رده الفعل تجاه هالاشياء اللي عم بتصير أكيد معنا. اكيد اكيد، لانه يمكن شغله تصير معي وتصير معك، انا انظر لها بطريقه واعمل لها رده فعل، وانت تعملي لها كليا غير رده فعلي، لانه انا بكون ركزت وعملت فوكس على الاشياء السلبيه اللي فيها، مثلا الناس شو عملوا لي، الناس كيف ضايقوني، كيف على طول انا ضحيه، كيف على طول انا الناس عم تنتقدني، اوكي؟ وفيك انت تقولي لا انا مزبوط عم ينتقدوني، بس انا يمكن في شيء فيي غيره، وفي شيء ثاني انا حبته ما بدي غيره، لنشوف شو بدنا نعمل. هون قوتنا نحن، ليه ما نتخلى عنا ونقول نآمن بالخرافات ونقول انا خلص حظي مش حلو وشو ما اعمل ما رح يزبط معي، ليه؟ صحيح. لا، نحن عندنا قوه، نحن عندنا قوه بدنا نضلنا ملقطين فيها، هي القوه بدها تجي لما نحن نعرف نعمل اداره لمشاعرنا وعواطفنا، كل البواد بتتفتح. ثانك يو كارلا، ثانك يو، ايه فيري جود فايبس عن جد بالفعل. ثانك يو هيك لهالفقره المميزه ولكل هالنصايح، وان شاء الله بنشوفك قريبا. ميرسي. اوكي، ميرسي بوكو. فاصل اعلاني ومنتابع، خليكم معنا. كبرت بيني وبينك لازم نلتقي ونتفاهم، ما عاش اللي بكي عينك ويشمت فيك هالعالم، مهما كبرت بيني وبينك لازم نلتقي ونتفاهم، ما عاش اللي بكي عينك ويشمت فيك هالعالم، قلبك عقياس وقلبي وانت من اعظم الرقبي، الك انت صدر البيت ولقلنا نحن العتبه، لو مره زعلتي مني اوعك تخلي عني، بوجودك بنسى الهموم والكون بيقلب جنه، وقلبك عقياس وقلبي وانت من اعظم الرقبه، الك انت صدر البيت ولقلنا نحن العتبه، لو مره زعلتي مني اوعك تخلي عني، بوجودك بنسى الهموم والكون بيقلب جنة. وما بتحلى اللقمة
صيفك منه قبالي لو شمسك عني تغيب عالطاير بقتل حال ما بتحلى اللقمة وبتطير لو طيفك منه قبالي لو شمسك عني تغيب عالطاير بقتل حالي وقلبك عقياس وقلبي انت من اعظم الرقبة الك انت صدر البيت ولإلا نحن العتبة لو مرة زعلتي مني اوعي تتخلي عني بوجودك بنسى الهموم والكون بيقلب جنبي. شكرا كثير كبير اكيد لمحمد حمام وفرقته وراح يكون لنا لقاء معه باخر هالفقره باخر هالحلقه عفوا. اما هلا فرح ننتقل الى فقره موضه وراح نحكي عن التنوره الطويله وطرق ارتدائها مع خبيره الصوره زينه صليبي. اهلا وسهلا فيك زينه. اهلا وسهلا زينه. هاي نانسي كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. زينه التنوره الطويله هي موضه هالموسم؟ نحن اول شيء رزاريتا عم نحكي مش عن التنوره اللي طويله على الارض، عم نحكي عن التنوره اللي بتجي تحت الركبه بشوي. كلنا بنشوف اليوم قديش كثير عم تلبس هيدي الترند، قد ايه كانت ترند الستيز من قبل كانوا كثير يعتمدوها مارلي مورو وكل هال سيلبرتيز بالحقبة السابقة. اليوم عم نرجع نشوفها بستايل مختلف شوي. اكيد دائما بنحط بس نجدد موضة بنحط شوي تاتشز جديد اللي اليوم اكثر العالم تقدر تتقبلها. عم نشوف انه السيدة كثير عم تحب هالترند ان كان بالايفنينج اوتفيت لها او ان كان كاجوال اللي بتقدر تلبسه كل يوم وبتقدر تظهر فيه سبار. يعني هيدي التنورة اللي كانت قبل شوي مزج ستيلها اذا بدك للاشخاص الكبار من العمر او المتقدمين بتحسيون. هلا عم بتكون اكثر فينا نشوفها ترندي يعني. مزبوط اول شيء ترندي نانسي عم نقدر نلبسها مع سنيكرز باوقات كثير مع سويتشيرت. يعني هلا بنشوف شوي الستايل اللي انا جايبته من فرجي كيف فينا نلبسها. بس طلعت فكره انه هيدا الستيل هو بس للمراه الكلاسيكيه، المراه اذا بدك اللي بتحب الاشياء القديمه او الاشياء اللي كثير اذا بدك محافظه او هيك. بالعكس اليوم عم نشوف انه كثير عم يلبسوها بطريقه كثير متجدده وعم بتكون كثير ترندي وستايلش. طيب زينه عاده السوق الفتيات يعني بيكونوا قصار او بتيت اذا فينا نقول نانسي دائما بتعيط علي بتقولي مش قصار بتيت. مزبوط. طيب هن عاده بيبتعدوا او بيخافوا من التنوره الطويله، كيف فينا هيك نغيرها شوي بطريقه انه تلبق لهم اكثر؟ هلا اول شيء البنت البتيت كمان فيها تلبس هيدا الستايل التنوره، كثير اوقات بنلجا لانه نعلي الخصر كرمال نقدر نعطيها اليور حلوه. يعني هو دائما ليش البنت البتيت بتتضايق بهيدا الستايل؟ لانه بتحس انه الجسم ببطل هيك معطوط المدى تبعه بيقطش نوعا ما، سو نحن بنلجا لانه نعلي الخصر، هيدا الشيء بيعطي مدى بيرجع للاجرين، او فينا نلبسها بطريقه هي التنوره تكون اسيمتريك، يعني ما ضروري تكون كلها طول واحد، يعني فيها أوكي. تكون قصيره من ميله وطويله لتحت الركبه من ميل ثاني، كثير بتلبق للستايل البنت اللي متوسط الطول او البنتي الطويله. الطويله الطويله فيها تلبس مثل ما بدها عاده. انه هلا انا شوي بس نكون عم نفرجي الستايل لايف بنبقى عم نحكي عنهم اكثر كرمال نقدر نفسر على النظر اهين. طيب زينه خلينا نروح نشوف خزانتك. خزانتي يلا اليوم عن جد خزانتي. اوكي هيدي خزانتك زينه. هيدي خزانتي وهديك المره كانت خزانتك كانت تصاميم. ايه تصاميم اكزاكتلي. خلينا نبلش من هون روزاريتا. رح فرجي اول شيء هيدي السكيرت اللي بتجي اول شيء من شكلها كثير كاجوال. يعني خلينا اوقف حدك انا زينه بس اوكي بس نكون عم نحكي عن تنوره دانم يعني جينز بنكون اكيد عم نحكي عن ستايل كثير كاجوال. هون بنلاحظ انه التنوره فيها كمان ازرار، سو هيدا اللي كنا عم نحكيه. اذا البنت شوي متوسطه الطول او بتيت فيها تعتمد مثلا انه تفتح شوي كم زر من تحت كرمال ما بتبين اقصر شوي. مزبوط بتبين اقصر. هون انا لقيت اللوك هيك ليكي شو مهضوم روزاريتا. ايه لكل يوم يعني ستريت ستايل. ستريت ستايل يعني لاحظة السكيرت طويله بذات الوقت الكروب توب بتكون شوي قصيره وحطيت فوقها هيدي الشيرت اللي كمان بتجي مثل الوان الجينز. مثل الوان الجينز ليعطي هيك ستايل ترندي ومهضوم ويونج. يعني هون كنا عم نحكي عن بنت يونج. هون بنروح شوي على الستيل الكلاسيك وبنروح شوي على الستيل اذا بدنا لليل، يعني كيف نقدر نلبس هيدي التنوره بالليل.
وهون نقيت وحده مع شوي اكزاكتلي مع شوي فراغ من تحت كرمال تعطي هيدا اللوك الاولديز اللي كنا نشوفه من زمان ويات اليجنت اكزاكتلي مزبوط. نقيت معه هالكروب توب السوداء البايات يعني هيك بتعطي بين الريد والاحمر الريد والبلاك كومبينيشن احمر واسود مزبوط خاصه بالليل اكزاكتلي وبنكون فوتنا فابريك ثانيه اللي هي البايات لنعطيها هيك لوك للايفنينغ للسهره مزبوط للسهره. هون بدي فرجي كمان لوك ديلي لوك يعني كيف نحن اليوم عندنا مثلا غدا عندنا شيء سقعه شتاء او شيء برا وحابين نعمل هيك ناخذ لوك شوي مهضوم. ليك هون هيدا اللوك السكيرتي اللي بتجي حلو زينا انه عاده التنوره بنعتبرها شوي صيفيه اكثر هون مزبوط. لا عم نحطها مع ايتم اكثر لها علاقه بالشتاء مزبوط عم نحطها مع جيلي وعم نحطها مع جيلي فر وعم نحطها مع توب سوداء كمان كل او سو بنلاحظ هون الوان الباستيل هن هلا موجودين معنا بالشتاء يعني دارجين مزبوط كثير دارجين يلي قبل هيدا الترند ما كنا ابدا كنا بس نشوفها بالصيف نشوف كنا نخاف منها لانه كنا عاده بالشتاء حتى بشرتنا بتكون غير لون يعني كل شيء سو كنا نبتعد عن هالالوان. هون بدي فرجي اللوك يلي اكثر شيء ترندي هلا بدي اقول هلا على الموضه كثير عم نشوف الميتاليك سكيرت اكزاكتلي هون جربت كمان لبق معها مثلا ستيل سويت شيرت المهضومه ما تكون طبعا كثير كثير واسعه يعني ما تكون السويت شيرت الاكس اكس ال الواسعه لان ببين ديفورماسيون بالجسم عطيت هيك لوك مثلا هيدا اللوك كثير بيطلع مهضوم مع سنيكرز مع سنيكرز مثلا وايت ومعه هيك شيء او اسود او كحلي بيطلع كثير لوك مهضوم بذات الوقت يعني عاده بتنصحي زينه هيدا بالنهار ولا بالليل؟ لا هيدا لا انا بتخيل انه هيدا اللوك مع سويت شيرت وهيك بتخيله بالنهار مهضوم مثلا مع باك كولرفل هيدا اذا وحده بدها تعمل فوتو شوت هلا دارج كله بيروح بيلبس ليعمل فوتو شوت ليتطور كل الفاشينيستاز بيزبط على الفاشينيستاز هيدا هيدا بالجنب قبل ما يظهر الظهر قبل اوكي هون عم نشوف سكيرت من شكلها كثير اليجنت كثير اذا بدك كلاسي هيدا الليل اكزاكتلي اكثر لليل هيدا المزج بين اليلو والبلاك انا بنقي معه بودي سوت لانه دائما بيعطي هيك بس تكون التنوره ضيقه ومخصوره انا دائما بفضل نحط شيء يا كروب توب على قد التنوره لهون يا شيء تحتها فينا بهيدا الستايل كمان نحط مثلا بلت معين اذا حابين مثل ما هلا دارج البلت العريض بيعطي كمان بخصور. هون عم نشوف لوك شوي كمان لليل اوكي هون هيدا الستايل اللي كنت عم اقول لك عنه نانسي قد ايه يمكن يكون كثير مهضوم اسيمتريكال اكزاكتلي هون عم نشوف السكيرت بتجي قصيره من ميل وطويله من الميل الثاني جولد انا كثير بحب هيدا اللوك مثلا ينلبس هيك بالليل بيعطي اول شيء كثير المراه هيك بتبين ستايلش فيه هون عم نشوف اكيد جاكيت مسكره يعني هيدا مش لنفتحها ابدا هي تنلبس هيدا هيك يعني مسكره اكزاكتلي مع هيدي التنوره وبيعطي كونتراست بين البلاك والجولد حلو اكيد هون عم نحكي عن مناسبه لليل شوي رسميه اكثر شوي رسميه شوي اذا بدك هيك بارتي يعني شوي مهضومه بذات الوقت بتكون المره اكيد اوريجينال عن الكل يعني. اكيد بدها تكون هي عندها كاركتير معين كمان اكزاكتلي هون كمان عم نروح شوي على اللوك الكلاسيك عن السيده اللي ما كثير بتحب تمزج الوان او ما كثير بتحب تعتمد اذا بدك اشياء غريبه هون عم نشوف النيود اللي كمان مثل ما كنا عم نقول لون كلاسيك لون كلاسيك ولون كثير ترندي هلا حتى بالشتاء عم نشوف كل السليبرتيز ويمكن اشهرهم يمكن اللي شهرت هيدي الكولر هي كيم كارداشيان اللي بتلبسه دائما كل شيء نيودز اكزاكتلي هون عم نروح على المره اللي بتحب تضل اذا بدك اون ذا سيف سايد يعني بيج مع بلاك شيء مهضوم الالوان النيوترلز يعني مزبوط وفيها تلعب بالاكسسوارز يعني مزبوط. وكمان عم نكون عم نحكي عن السكيرت هون اذا بتلاحظي ليكي قد ايه طويله يعني هيدي فيها تعلي الخصر لقد ما بدها او توطيه اوكي هون اكيد مزبوط وهيدي الستيل كواليتي تبع القماش عاده لازم تكون السيده شوي نحيفه كرمال اكيد لا بيفصل الجسم زينا بعد في شيء نحكي عنه لا ولا خلص طيب التنوره هيدي رح تبقى معنا للموسم الجاي رح تبقى رح معنا نشوفها مزبوط باقيه معنا للصيف كله يعني رح يكون في هيدا الستيل التنينير هيدا الستيل دريسز كمان لانه دائما الموضه بس تنجح
كثير الديزاينرز بيرجعوا بعيدوا الستايل يعني حتى كمان يمكن بعده مواسم مزبوط حتى الاوت كوتور يعني عم يشتغلوا اذا انتبهتوا قبل كان الاوت كوتور هو بس الدراس الطويل اليوم صار الاوت كوتور حتى الدراس اللي بيجي لتحت الركبه بطريقه كثير مهضومه وكلاسيك ثانك يو زينه ميرسي كثير اكيد استفدنا واستفادوا كل المشاهدين وبنشوفك قريبا ثانك يو نانسي اكيد فاصل اخير ومنتابع خليكم معنا انت عسل عالقلب انت كحل بالعين انت حياة الروح 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 وانت نظر هالعين يا قلبي يا مسروق يا ما سهرت الليل الله يصفرني غايب يا عمري وين عسل عالقلب انت كحل بالعين انت حياة الروح انت نظر هالعين يا قلبي يا مجروح يا ما سهرت الليل الله يصفرني غايب يا عمري وين انت عسل عالقلب انت كحل بالعين انت حياة الروح انت نظر هالعين حمام واكيد تحيه كثير كبيره للفرقه الموسيقيه يلي هيك زينوا لنا حلقتنا يا اهلا وسهلا فيك محمد شو اخبارك؟ ماشي الحال تمام محمد بدايه انت صار لك فتره بمجال بهالمشوار المشوار الفني اي متى انطلقت ومين شجعك اول شيء؟ بي شجعني لا مش عم بمزح عن جد والدك شجعك؟ انا من عائله فنيه بي نعم. هو كان من زمان كثير بغني نعم درس موسيقى ودرس فن وتربيت ترعرعت على دياته مثل ما بيقولوا طيب هل اختبرت عده انماط موسيقيه محمد وشو حسيت انه اكثر شيء بيلبق لك؟ هلا الفنان لازم يغني كل الالوان بالاخير بيختار اللون، انا اللي بيلبق لي اكثر شيء الكلاسيك الطرب هيدا اللي تميزت فيه ايه هيدا يمكن اللي سمعناه اليوم هيك شيء شو سمعنا منك؟ سمعنا هيدي اغنيتي انت عسل على القلب نعم. اللي مصورها انا فيديو كليب اوكي ويلي قبلها كمان لالي مهما كبرت بيني وبينك
نعم، وان شاء الله هلا في عمل جديد كمان عم نحضره. اذا الله رد هلا رح نحكي عنه. مع مين تعملت بهالاغنيتين؟ هالاغنيتين والله بصراحه في كثير، في ملحن، موزع، الكاتب، في كثير عالم. منك حافظ الاسماء؟ لا اكيد حافظ. مين مثل مين؟ الاستاذ احمد بركات ملحن، استاذ احمد طه، الموزع عمرو منصور، مايسترو حودا، المايسترو نزيه، يعني الفرقه اللي معي كمان الشباب كلهم كانوا عم يتعاونوا مع بعض. دائما موجودين معك؟ ايه طبعا. وقديش صار لك تقريبا بهالمجال؟ انا لي تقريبا 13 سنه. واو. طب درست محمد، درسته لهالمجال ولا لا؟ هيدي كانت موهبه اكتشفتها؟ لا، اول شيء كانت موهبه بس بعدين نميتها ودرست شوي، والمدرسه الاكبر كانت بي مثل ما قلت لك. والخبره اكيد. ايه اكيد. هو يعني اللي عم بيدعمك ويشجعك. في عندك شيء شركه انتاج ولا لا؟ شركه انتاج ما في. لا ما انا عم انتج لحالي. لوحدك؟ طيب شو هي غير انه طبعا التحديات والصعوبات هي شركه الانتاج، غير شيء شو في عندك هيك بتلاقي بهالمجال؟ اصعب شيء له انه لازم يكون في حدا حده، هي شركه الانتاج اكبر داعم للفنان. اكيد. فاذا ما في شركه او حدا داعم في صعوبات كثير. ما عندك مدير اعمال؟ كان عندي وتركنا. ترك. ايه. اريح لحالك. ايه. بسم الله عليك محمد، بس عندك 14 اغنيه، يعني ايه. الفنانين من جيلك ما عندهم هالقد. الحمد لله رب العالمين. شو اللي بيميزك محمد؟ انا بصراحه بتعب على حالي، بشتغل لما كنت صغيره، يعني من اول ما بلشت بتعب لاحق شغلي. نعم. يعني بدي اوصل لشيء معين وان شاء الله بنوصل. طيب محمد، بشو بتنبش على الاغنيه؟ يعني في شيء معين، موضوع معين عاده بتنبش عليه بالاغنيه؟ موضوع معين ما في. اول شيء اول شيء بختار الكلمه الحلوه. نعم. اوكي. اللحن بيجي، التوزيع، بس اساس شيء الكلمه. يعني على هالاساس بتبلش الاغنيه. طب نعرف انه عندك فيديو كليب واحد بس، هل ناوي تصور بعد اكثر فيديو كليب؟ اكيد ان شاء الله. هلا الاغنيه الجديده ان شاء الله عم نتحضر، ان شاء الله حنصورها. شو هي اي اغنيه؟ هيدا بعد ما خلصها، بعد ما بعد منها خالصه. ما انا هيدي مهما كبرت ما لها، لي 20 يوم منزلها. طب في صوره معينه مثلا تحب تظهر فيها بهالفيديو كليب؟ هون خليه بعدين بنحكي فيهم. بعدين كيفك انت والكاميرا؟ شكلك خجول. والله انا خجول كثير بصراحه، انت خجلتوني. حسيت انك ما كثير يمكن بتحب تحكي، بس قدام الكاميرا بتحب تغني اكثر. بتحب تغني اكثر ما في شك. قدام الكاميرا بالفيديو كليب بتعرف تمثل ولا كمان لقيت صعوبه؟ يعني شو يعني. لا بأس، ما كثير يعني، بس ماشي الحال. طيب مين صور لك الكليب؟ مع مين تعمل؟ الكليب كان اخراج استاذ صفوان نعمه. اوكي. وين صور؟ صورنا بزحله وصورنا بعلي. بلبنان يعني؟ ايه اكيد. نعم. وصورنا بجبال، اكثر من منطقه يعني. كان في قصه للكليب كان ولا بس هيك مشاهد؟ ما كان في قصه، ما كان في قصه كثير، لان الاغنيه هي مختصره كانت. طيب محمد، بمين تاثرت من الفنانين الكبار؟ مين هيك بتعتبره مصدر الهام لك؟ والله في كثير فنانين كبار، في الاستاذ صباح فخري. نعم. استاذ زور وسوف، الاستاذ ملحن بركات الله يرحمه، الموسيقار الكبير، كلهم عمالقه هون، ما بدنا نذكر كرمال ما نقصر طبعا محبان. طيب اذا قلنا لك اختار اغنيه هيك لتجددها، اي اغنيه بتختار؟ لجددها؟ ايه شو في على هيك؟ طريقتك يعني. بختار شيء للموسيقار ملحن بركات. اي اغنيه؟ يا حبي اللي غاب. يا حب اللي غاب، اكيد الله يرحمه. لكن عنا اغنيه جديده عم تتحضر، شو كلماتها، شو اسمها؟ هلا ما حنحكي عنها كثير، قلت لي خلوها لتخلص. طب ممكن. محمد، جربت شي مره فكرت انه تشارك ببرنامج هويت معين؟ ايه جربت. اي برنامج؟ جربت بقرب ايدل الموسم المضل اللي قبله. وشو صار؟ شو اللي صار؟ هلا مثل ما بتعرفوا انتم، نحن كلنا هلا عايشين بوسايط ومعارف وكذا، يعني في كثير عالم مظلومه وعالم ما لازم تطلع عم تطلع. هو المنافسة صعبة يعني بأيامنا اليوم. هلا أنا شغلة إنه أنا قررت شيء، خلص بدي أنتج، أنا أعمل حالي من حالي. إن شاء الله. إن شاء الله هيك. إن شاء الله كل شيء بتتمنيه يا محمد بيتحقق. خليني إياك يا رب. كنا سعيدين طبعاً إنه تعرفنا عليك. تسلمي لي أنا بالأكثر. نتمنى لك كل التوفيق وما حنخليك تفل هيك. خليني إياك. بدنا نتغدى سوا. أكيد. يلا تكون جوعان يا محمد. والله يلا. والله أنا جوعان منك، مرقش. تفضل. واللي نحن منك. أنت عسل على القلب، أنت عسل على القلب، أنت كحل بالعين. تفضل شيف. ناصر ما بتقبل غير ما نقول لك تفضل.
شو عملنا؟ منبلش بالسلاد. أول شيء عنا سلاد البطاطا مع الريد كابج أو معروف كمان بالبيربل كابج، هيدا الملفوف الأحمر. نعم. بيدخل معه نعناع وأكيد حامض وزيت. بالبقى لكتير توم إذا بتحبوا التوم، بس أنا ما بحط هلا حاليا. بالبيت. 100%. بالنسبة للبلاشو، بلاشو هيدا عبارة عن دجاج بالكاري، كاري تشيكن. بنعمل مع قرنبيط، بنعمل تتبيلة الكاري مع العقد الصفرة كمان تيعطي تكون هيك الجو واللون فورتيفيه 100%. بعدين بنعمل على بيض من سبينش، حطينا سبانخ. نعم. وتحت منه كانتونيز رايس، رز مقلب فرايد رايس. ألف صحتين. ألف صحتين، يعني ألفين صحة. مرسي مرسي شيف، يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم. زينة مرسي كثير لحضورك معنا. كمان محمد مرسي لأدائك الحلو. نانسي كمان مرسي لك، شاركتيني بهالحلقة وإن شاء الله تكون نالت أعجابكم. بنشوفكم بكرة بنفس الوقت. باي باي.